احييكم من تونس مشاهدينا الكرام. إعلان مشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية تقول إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتعبئة اعتمادات بأكثر من مليار يورو لمساعدة تونس. ذروة مرتقبة في استهلاك الكهرباء هذه الصائفة، والشركة التونسية للكهرباء والغاز تقوم بأشغال الصيانة اللازمة ضمانا للموازنة بين العرض والطلب. تجدد القتال في العاصمة السودانية الخرطوم بعد انتهاء هدنة استمرت 24 ساعة، وتواصل الأزمة الإنسانية. السلام عليكم. تعهد المشاركون في القمة التونسية الأوروبية بتعبئة أكثر من مليار يورو لفائدة تونس ضمن حزمة شراكة شاملة جاءت إثر ثاني زيارة لرئيسة مجلس الوزراء الإيطالي في غضون أسبوع، عادت إثرها للقاء الرئيس قيس سعيد صحبة وفد أوروبي ترأسته رئيسة المفوضية الأوروبية إلى جانب رئيس الوزراء الهولندي. 5 ركائز لحزمة شراكة شاملة أعلنتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إثر لقائها رئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك خلال زيارة خاطفة لتونس صحبة كل من رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روتة. حزمة الشراكة الشاملة التي تضمنها إعلان مشترك في انتظار تحويلها إلى مذكرة تفاهم تعهدت بموجبها رئيسة المفوضية الأوروبية بتعبئة نحو 1150 مليون يورو لتطوير الاقتصاد وتمويل الميزانية وتوفير الدعم المالي لتونس لمكافحة أزمة الهجرة غير النظامية. الاقتصادية، نحن سندعم تونس لتعزيز اقتصادها، والمفوضية الأوروبية بصدد التفكير في دعم اقتصادي عام بعد إيجاد طريق للاتفاق، وسنعمل على تعبئة حوالي 900 مليون يورو لهذا التمويل الاقتصادي العام. وعلى المستوى الآني يمكننا أن نوفر مبلغا إضافيا ب 150 مليون يورو. رئيسة المفوضية الأوروبية تعهدت أيضا بتحيين اتفاقية التجارة بين تونس وشريكها الأول الاتحاد الأوروبي واغتنام الفرصة لتطوير شراكات عدة في مجالات دفع الاستثمار والطاقة المستدامة والتنافسية والتعليم، كما وعدت بأن تعمل المفوضية الأوروبية خلال الخريف القادم على استضافة منتدى لجلب المستثمرين الخواص لتونس في مجال الهيدروجين الأخضر. من جهتها اعتبرت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني التي لم تخفي قلقها بشأن موجة الهجرة غير النظامية، اعتبرت الإعلان المشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي خطوة أولى لدفع أكبر للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين والتعاون المندمج في مسألة الهجرة. لدينا نافذة هامة وفرصة أهم للعمل سويا لوضع اتفاق ممضى بين الاتحاد الأوروبي وتونس في غضون هذا الشهر، وبعد ذلك روما ستكون جاهزة لاحتضان المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية الذي تحدثنا بشأنه مع الرئيس قيس سعيد. وبطبيعة الحال هذا العمل المشترك نعتبره ممهدا للنجاح في حصول تونس على اتفاق مع صندوق النقد الدولي. percorso. Chiaramente questo lavoro è anche propedeutico a riuscire a fare passi avanti nell'importante accordo tra la Tunisia e il Fondo Monetario Internazionale. مسألة مكافحة الهجرة غير النظامية من وإلى تونس إحدى ركائز الشراكة الشاملة كانت محور اتفاق في الإعلان المشترك في اتجاه تضافر الجهود للقضاء على عصابة الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة وتفادي الخسائر البشرية في المتوسط. هناك من يغامر بحياة الإنسان من أجل الربح، فسنعمل على مستوى الشراكة لمكافحة تهريب أشخاص، وندعم تونس في إطار إدارة الحدود، وهذه السنة سيقدم الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو لإدارة الحدود والبحث والإنقاذ، وأيضا مكافحة التجارة البشرية. يجب أن تكون لدينا مقاربة شاملة للهجرة في إطار احترام حقوق الإنسان. علينا رعب الفجوة في المجال الأمني لمجابهة التجارة بالبشر، فالهجرة موضوع هام بالنسبة لنا جميعا، وأنا سعيد بالاتفاق الأوروبي الذي تم الوصول إليه في بروكسل مع الدول 27 وعلاقات
علاقتنا مع تونس هامة وسلام على دعم بعضنا البعض، فقمنا بمناقشة هذه الحزمة الشاملة وننتظر الأسابيع القادمة، والأمر موكول إلى المجلس الأوروبي في شهر جوان الجاري لإعطاء معنى كبير لهذه الفرصة لتمتين العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس. خطط شاملة ينتظر أن تتحول إلى مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي قبل موفى شهر جوان الحالي، كما ينتظر أن يتيح الحوار السياسي المشترك بين الجانبين في إطار انعقاد مجلس الشراكة تونس الاتحاد الأوروبي نهاية السنة فرصة هامة حسب الإعلان المشترك لتنشيط العلاقات السياسية والمؤسساتية قصد مواجهة التحديات الدولية المشتركة والحفاظ على نظام دولي قائم على قواعد القانون. وكان في لقاء الرئيس قيس سعيد بقادة الاتحاد الأوروبي في قرطاج بحث في ملفات عدة أبرزها مكافحة الهجرة غير النظامية، وقد يفضي الاتفاق بخصوصها إلى ضخ 100 مليون يورو دعما لتونس من أجل احتواء تدفق المهاجرين نحو أوروبا. تونس التي تقول أوروبا أنها تشغلها تحت عناوين مختلفة اليوم تتلقى عرض خطة دعم لتمويل خزينتها وحماية اقتصادها من ما سماه البعض انهيارا محتملا، عرض طبقا لمصلحة تذهب رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين إلى توصيفها بالمشتركة لتعزيز العلاقات والاستثمار في الاستقرار والازدهار، وتؤكد أنها تعمل في هذا الاتجاه مع رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روت باسم فريق أوروبا، وذلك في لقائها برئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة إلى تونس استغرقت بضع ساعات رتبت لملفاتها على ما يبدو رئيسة الوزراء الإيطالي بزياراتها السابقة الثلاثاء الماضي إلى تونس. آنذاك تحدثت وعقب لقائها رئيس الجمهورية عن استعداد للوساطة بين تونس والاتحاد الأوروبي لإيجاد منطقة اتفاق وسط باتجاه تطوير اتفاقية تعاون بخصوص عدة ملفات في صدارتها الطاقة والهجرة وقطع خطوات ستكون وفق تقديرها ممهدة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض قيد التفاوض. عرض الدعم الأوروبي أو ما سمي بخطة مارشال المقترحة تضمن عدة نقاط، منها ما يتصل بالتمويل والاستثمار لإنعاش الاقتصاد، ومنها ما يخص مكافحة الأعمال الموصوفة بالمشينة للهجرة غير النظامية، وهذه مسألة إذا ما طبقت ستتحصل بموجبها تونس هذا العام على 100 مليون يورو لمراقبة حدودها والبحث عن المهاجرين غير النظاميين وإنقاذهم بهدف دعم سياسة هجرة شاملة في إطار احترام حقوق الإنسان. واستبق قيس سعيد طرح هذه المسألة بعينها بالتأكيد على أن تونس لن تكون حارس حدود لأوروبا، وأضاف خلال زيارة أمس لصفاقس التي تعتبر نقطة عبور رئيسية لهؤلاء المهاجرين أن الحل لن يكون على حساب تونس، ولا يمكن لها أن تقوم بالدور الذي يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر. وهذا تصريح رأاه البعض قطع طريق على أي محاولة أوروبية مرتقبة للضغط أو أي مساومة، خاصة مع توقعات بارتفاع وتيرة تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى سواحل الأوروبية وفي ظل اتفاق أوروبي على تعديل نظام الهجرة، أي مراجعة الأنظمة المتعلقة باستقبال مشترك لطالب اللجوء والهجرة. وفي السياق ذاته ندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بزيارة الوفد الأوروبي ووصفها بمحاولة لابتزاز تونس عبر عرض دعم مالي مقابل تكثيف رقابتها على حدودها. توقعات بارتفاع قياسي في درجات الحرارة خلال هذه الصائفة استعدت له الشركة التونسية للكهرباء والغاز، حيث قامت بأشغال صيانة ضمانا للموازنة بين العرض والطلب على الكهرباء. وتتوقع الشركة بأن يشهد الاستهلاك ذروته في جويليا وأوت القادمين بزيادة تبلغ 4.7% مقارنة بالسنة الفارطة. مع حلول فصل الصيف والارتفاع المرتقب في درجات الحرارة التي قد تبلغ مستويات قياسية في بعض الجهات، تقبل تونس خلال الفترة القليلة القادمة على تسجيل ذروة في استهلاك الكهرباء، خاصة مع لجوء المواطن إلى المكيفات الهوائية وإن بتفاوت في ساعات الاستعمال. كامل ما يخدمش كليماتيزور و 520 ألف، خلي طوب يزيد يولي يخدم الكليماتيزور، وتصور أنت راجل كبير في الدار يزمو ديما وهو مريض. معناتها يزمو دي معناتها ديما الكليماتيزور يخدم في البيت. قداش تخدم الكليماتيزور في دار قداش من ساعة؟ أقل حاجة 12 ساعة. حكاية ساعة ونص ساعتين تبرد الدار ونسكروك با بلوس. مرة تجي غالية مرة تجي مناسبة كل مرة كيفاش نحن والاستهلاك. 41 دينار ضو وغاز. أنا الآن الكليماتيزور ما نحاول ما نستعملوش حتى في الخدمة. كيفاش تتعامل مع السخانة ملابسي؟
شغل كاس بالطقس احنا والطقس حلو الشباب كون سكروا كي تبدا الطقس صافا عملوا سجلنا في 8 سبتمبر 2022 ذروه بقيمه 4722 وهي ذروه قياسيه بطبيعه تسجلت في سبتمبر ما هو على غير العاده سناء حسب السيناريوهات معناها والدراسات وما هو معناها ممكن ثم إمكانية أنه الذروة تتراوح بين 4700 في سيناريو هذا يتسمى سيناريو متفائل وفي السيناريو اللي هو شديد شوية يمكن ياسر توصل الذروة إلى 4900 ميجا وات. وقياسا على نسبة الاستهلاك في السنة الفارطة وفي إطار الاستعداد لهذا الموسم قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالصيانات اللازمة لمجاراة الطفرة المرتقبة في نسبة الاستهلاك. قمنا بعديد التدخلات على عديد شبكاتنا سواء الجهد المتوسط وإلى الجهد العالي ولا جهد المنخفض كذلك الكثير يمكن يتذكر بعض الأعطاب اللي صارت في مستوى المحولات محولات الجهد ضغط متوسط ضغط منخفض كذلك ركزنا على المحولات هذيك ثم اللي وقع استبدالها ثم اللي وقع تقويتها ولا معاضدتها بخرين معناها بجانبها باش نخفف الأحمال عليها. هنا في المركز الوطني للتحكم عن بعد خلية من المهندسين الأكفاء يعملون على مدار الساعة من أجل الموازنة بين العرض والطلب على الكهرباء والتنسيق عند العطب أو حدوث طارئ على شبكة. المهمة تبدو دقيقة والمتابعة حينية والتدخل يكون آنيا لضمان توزيع متوازن ودون انقطاع للكهرباء. قمنا بأكثرية الأعمال الصيانة باش نجهزوا رواحنا ل 2023 اللي هي إن شاء الله باش تكون ثم ذروة محتملة مرتقبة في حدود 4900 ميجا وات هي اللي تمثل بالنسبة للعمناول 4.7% زيادة. الذروة هذه ديما تصير لنا في بين معناتها شهر جويلي وأوت أكثر الأوقات هي خاصة مربوطة بالحرارة نتاع الطقس وخاصة كي يفوت 40 درجة هي أكثر مكيفات. عندنا هنا مكاتب تاع دراسات كل يوم يعمل يدرسوا حسب الطلب تاع غدوة يعملوا توقعات. احنا عندنا مكفي طاقة وإذا حتى في ظروف صعيبة معناها عندنا جيرانا شبكات مرتبطة بيننا وبين الجيران تاعنا نجموا معناتها نتعاونوا مع بعضنا. هذا وتعاول الشركة على وعي المواطن وحسن تدبيره للحد من الاستهلاك كاختياره للفوانيس المقتصدة للطاقة والدرجة الأولى في تصنيفات التجهيزات الكهربائية والكهرومنزلية والاتجاه أكثر نحو الطاقة البديلة. في الشأن العربي نادت السلطة الفلسطينية باستمرار الاحتلال الإسرائيلي في تهويد القدس وسن قوانين عنصرية تستهدف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة. وأشارت إلى أن مشاريع القوانين العنصرية للاحتلال تعد امتداداً لعملية الانقلاب على الاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وأن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من عمليات تطهير عرقي وقوانين عنصرية باطلة وغير قانونية. اندلعت اشتباكات عنيفة وقصف في أنحاء مختلفة من العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش السوداني وقوة الدعم السريع بعد وقت قصير من انتهاء سريان وقف إطلاق النار الذي استمر 24 ساعة وتسبب الصراع في نزوح نحو مليوني شخص ما سبب أزمة إنسانية كبيرة وسط مخاوف من امتدادها في المنطقة المضطربة. لم يمر وقت قليل على انتهاء سريان وقف لإطلاق النار استمر 24 ساعة أدى إلى هدوء قصير للمعارك الدائرة في العاصمة الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حتى اندلعت اشتباكات عنيفة وقصف بالمدفعية في أنحاء العاصمة اليوم. سكان هناك تحدثوا أيضا عن تنفيذ ضربات جوية. وقال شهود إن المعارك التي اندلعت اليوم بين الجانبين كانت من أعنف المعارك منذ أسابيع وشملت اشتباكات على الأرض في حي الحاج يوسف المكتظ بالسكان في مدينة بحري.
ووفق رواية شهود أيضا فإن الاشتباكات والقصف المدفعي استؤنف شمال أم درمان، كما أشاروا إلى وقوع اشتباكات في جنوب الخرطوم ووسطها وفي إحدى المناطق على نهر النيل في مدينة بحري حتى جسر الحلفاية الاستراتيجي الذي يؤدي إلى مدينة أم درمان. كما اندلعت اضطرابات في أنحاء أخرى على غرار إقليم دارفور غرب البلاد الذي يعاني بالفعل من صراع بلغ ذروته قبل نحو 20 عاما، وأبلغ سكان ونشطاء عن مزيد من التدهور في الأيام القليلة الماضية في مدينة الجنينة قرب الحدود مع تشاد، وموجات جديدة من الهجمات تشنها قبائل عربية على أسلحة بقوات الدعم السريع وفق تقارير إعلامية. أفادت أيضا بأن المدينة شهدت انقطاعا واسعا في الاتصالات لعدة أسابيع، فيما تنفي قوات الدعم السريع مسؤوليتها عن العنف في دارفور. ومن المدن المتضررة الأخرى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان إلى الجنوب الغربي من الخرطوم، وتقع على طريق رئيسي يؤدي إلى دارفور، ويقول السكان أنها تشهد فعليا حالة حصار بسبب الصراع مع انقطاع الإمدادات الغذائية والأدوية. وتسبب الصراع في نزوح قرابة مليوني شخص، مما سبب أزمة إنسانية كبيرة وسط مخاوف من امتدادها في المنطقة المضطربة. وتتركز المعارك في العاصمة التي تحول معظمها إلى ساحة معارك تعاني من النهب والاشتباكات، في ظل تجديد المنظمات التحذير من خطورة الوضع الإنساني في السودان خصوصا في الخرطوم وإقليم دارفور. كما بات 3/4 المستشفيات في مناطق النزاع خارج الخدمة، ويخشى أن تتفاقم الأزمة. أعلنت كييف وموسكو عودة نحو 100 جندي من الأسرى إلى بلادهم من كل جانب في وقت تستمر فيه المعارك، حيث قصفت روسيا 3 قوارب صغيرة ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية واشتداد الصراع بين الجانبين واختلاف التصريحات حول المكاسب والخسائر في جبهات القتال، أعلنت كييف وموسكو عودة نحو 100 جندي من الأسرى من كل جانب، حيث أكدت وزارة الدفاع الروسية بأن نحو 94 روسيا أطلق سراحهم بعد أن وقعوا في الأسر في أوكرانيا، مضيفة أنه سيجري نقلهم إلى منشأة طبية للخضوع لفحص طبي. في المقابل قال مكتب الرئيس الأوكراني أن 95 من الجنود الأوكرانيين عادوا لبلادهم بعد أن أسرتهم روسيا. في الأثناء ومع تواصل العمليات العسكرية، قال حاكم منطقة خيرسون التي تسيطر عليها أوكرانيا إن القوات الروسية قصفت 3 قوارب صغيرة كانت تنقل أشخاصا تم إجلائهم من أراض غمرتها الفيضانات إلى بر الأمان في جنوب البلاد، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين. سياسيا وبشأن الحوار بين الطرفين المتصارعين، قالت الرئاسة الروسية إن موسكو ليست لديها أي شروط مسبقة لإجراء محادثات محتملة مع كييف، رغم إدراكها أن النظام في أوكرانيا غير راغب في الحوار وغير مستعد له. من جانبها ردت الرئاسة الأوكرانية بأن أي عملية تفاوض مع موسكو حاليا مستحيلة ولا معنى لها. والآن إلى أخبار الرياضة، حيث توج الأهلي المصري منذ قليل بكأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد تعادله في مباراة إياب الدور النهائي مع الوداد المغربي في المغرب بهدف لهدف. وقد بدر الوداد بالتسجيل منذ الدقيقة 27 بواسطة يحيى عطية الله، ثم تمكن الأهلي من التعديل عن طريق محمد عبد المنعم في الدقيقة 78. وكان الأهلي فاز ذهابا في القاهرة منذ أسبوع بهدفين لهدف، ويعد هذا التتويج 11 للأهلي في تاريخ هذه المسابقة. وضمن بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، فاز الأولمبي الباجي على النادي الصفاقسي بهدفين دون مقابل في مباراة جمعتهما مساء الأحد بملعب رادس ضمن الجولة 11 من مرحلة التتويج. وقد سجل هدفي الأولمبي الباجي غلودي كيلانجا لانجا ومالك شويخ. وفي مباراة ثانية جرت في هذه الجولة أيضا، فاز اتحاد بنغردان على اتحاد تطاوين 5 أهداف دون رد. ممتاز في اتجاه مالك شويخ، رائع شويخ، يا ربي عدي، ممكن الثاني، ممكن الثاني، ممكن الثاني، كان كان بهذا. إذن تنتهي النشرة، وذكركم بعناوين أبرز ما جاء فيها. إعلان مشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية تقول إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتعبئة اعتمادات بأكثر من 1 مليار يورو لمساعدة تونس.
ذروة مرتقبة في استهلاك الكهرباء هذه الصائفة، والشركة التونسية للكهرباء والغاز تقوم بأشغال الصيانة اللازمة ضمانا للموازنة بين العرض والطلب. تجدد القتال في العاصمة السودانية بعد انتهاء هدنة استمرت 24 ساعة وتواصل الأزمة الإنسانية. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.